بغداد. جبار كريم الركلة الأولى، ركلة الجزاء الأولى، محمد حميد في المرمى، محمد حميد، جبار كريم على التنفيذ، جبار كريم، جبار كريم يتقدم، جبار يتقدم وجول. الهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة أمانة بغداد عن طريق جبار كريم، هدف واحد وبانتظار التنفيذ عن طريق لاعب فريق الشرطة. إعادة لقطة الماضية، تسديد على الزاوية اليسرى في أعلى الزاوية، وبكل هدوء يعلن جبار كريم عن تقدم أمانة بغداد في هذه المواجهة. سرهنج محسن الوحش في المرمى مقابل السوري فهد اليوسف، السوري فهد اليوسف على التنفيذ، الركلة الأولى لمصلحة فريق نادي الشرطة لحسم هذه اللقاء، هذا اللقاء لحسم هذه المواجهة. فهد اليوسف على التنفيذ، فهد اليوسف، سرهنج محسن في المرمى، فهد اليوسف يتقدم، فهد يتقدم، فهد يسدد، وحلو هدف التعادل، حلو هدف التعادل، تنفيذ جيد ومميز من قبل فهد اليوسف وسجل هدف التعادل. إذن هدف لهدف للشرطة ولأمانة بغداد بانتظار ركلة الترجيح الثانية. محمد حميد يتقدم، اللاعب ساديا أوليفر من ساحل العاج. إذن أمانة بغداد، ساديا أوليفر ينفذ ركلة الجزاء وسط ترقب من الملاك التدريبي. ساديا يسدد وعلى يمين الحارس، حلوة 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 حلوة، جميلة جدا من ساديا أوليفر، سجل الهدف الثاني، ركلة الترجيح الثانية. ساديا أوليفر يضع من جديد أمانة بغداد في المقدمة وسجل ركلة الجزاء الثانية وسط فرحة لاعبي فريق أمانة بغداد والخوف والأعصاب المشدودة في هذه الركلات، ركلات الحظ اللي دائما ما يطلق عليها ركلات الترجيح. سرهنج محسن الآمال أيضا معقودة على هذا الحارس، وأيضا ترقب من قبل الملاك التدريبي ولاعبي فريق نادي الشرطة في هذه المواجهة. هدفين لهدف على التنفيذ، البنزوي لريفاز، ريفاز على التنفيذ، ريفاز يتقدم ويسدد، وهدف التعادل، حلوة لريفاز، حلوة لريفاز، ويستعيد أنفاسه من جديد أليكس مدرب فريق نادي الشرطة، يسجل هدف التعادل الثاني، 2-2، هدفين لهدفين، ترقب من قبل لاعبي نادي الشرطة، هدفين لهدفين في المواجهة اللي يحتضنها ملعب كربلاء الدولي. محمد حميد الآن في المرمى، نشوف اللي راح ينفذ، صاحب الركلة الثالثة اللاعب رقم 5 مهند رزيج. إذن مهند رزيج، مهند رزيج من أمانة بغداد على التنفيذ. مهند، مهند رزيج، هل سوف يسجل أم سوف يكون لمحمد حميد رأي آخر؟ مهند، والهدف الثالث، حلوة لمهند رزيج، 3 أهداف مقابل هدفين وسط يعني أداء الصلاة من قبل حسين عبد الواحد المدرب المساعد بفريق نادي الشرطة في هذه اللحظات. حلوة مهند الزيج على يسار الحارس محمد حميد اللي ذهب بالجهة المعاكسة. محمد أو مهند الزيج الآن الركلة لمصلحة فريق نادي الشرطة، فنشوف اللي راح ينفذ. حسام حمد، وسام طالب، هذا هو خضر علي، خضر علي على التنفيذ، يتقدم خضر، يسدد، وحلوة يا خضر، حلوة يا خضر، خضر علي، وأيضا سجل الهدف الثالث لمصلحة فريق نادي الشرطة. 3-3 التعادل في الركلات الترجيحية، كما هو التعادل في وقت المباراة، والتنفيذ جيد حتى الآن من قبل لاعبي الفريقين، أداء جيد، تسديد في أماكن مناسبة يصعب ردها من قبل حراس المرمى. محمد حميد على التنفيذ على في الحراسة، وأيضا خلينا نشاهد اللاعب اللي راح ينفذ من أمانة بغداد، اللاعب يحمل رقم 19 محمد سلام، اللاعب البديل محمد سلام يقدم وأيضا يسجل الهدف الرابع، حلوة لمحمد سلام يسجل الهدف الرابع لمصلحة فريق أمانة بغداد، تصبح النتيجة 4-3. محمد حميد ارتمى على جهة اليسار والكرة سددت على يمينه، وبالتالي يتقدم أمانة بغداد وسط فرحة لاعبي السود العاصمة. اللاعب رقم
شوف اللاعب الآن القائد سعد عبد الأمير على التنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة. سعد عبد الأمير وسرهنج محسن. سعد عبد الأمير لاعب منتخب الوطنية وكابتن فريق نادي الشرطة، ركلة الترجيح الرابعة 4-3 لأمانة بغداد. سعد عبد الأمير والهدف الرابع، حلوة حلوة لسعد عبد الأمير، الخبرة الكبيرة لهذا اللاعب اللي سجل من خلالها ركلة الجزاء. الآن التعادل يعود من جديد 4-4. سعد عبد الأمير على يمين الحارس سرهنج محسن ويحرز الهدف الرابع 4-4. التعادل لا يزال يسيطر على أجواء هذه المواجهة الصعبة للانتقال إلى دور الثمانية، دور الربع النهائي. ركلة جديدة لمصلحة أمانة بغداد، وسط ترقب من قبل يونس عبد علي حسين الخلساني، وترقب وأيضا الكرة لمصلحة أمانة بغداد، يسجل والكرة إلى الهدف، حلوة. سجل اللاعب رقم 13 أيمن الزيد الهدف الخامس. أيمن الزيد يضع أمانة بغداد من جديد في هذه المواجهة. سدد على أيضا يمين الحارس محمد حميد اللي تلقى الهدف الخامس من خلال هذه الركلة، الركلة الأخيرة. لو أضاعها فريق الشرطة فإن أمانة بغداد سوف ينهي هذه المواجهة لمصلحته. يعني صعوبة هذه الركلة، مهمة هذه الركلة تتحتم على تواجد لاعب ذو خبرة. الآن تقدم لها اللاعب مراد محمد. مراد محمد 23 سنة على التنفيذ الركلة الأخيرة. هل سينجح في التعديل أم سيفوز أمانة بغداد؟ مراد وسجل، حلوة يا مراد محمد. كان من الممكن أن تبعد من هذا الحارس الوحش سرهنج محسن. إذن التعادل بخمسة أهداف لكلا الفريقين، ونستمر بركلة لركلة على أمل حسم هذه المواجهة. ركلة كان من الممكن أن ترد وسط حسرة لاعبي أمانة بغداد دكة البدلاء. نشوف صاحب الركلة السادسة، صاحب الركلة السادسة من أمانة بغداد، هذا هو النيجيري صموئيل إيكو. النيجيري إيكو على التنفيذ، النيجيري إيكو يتقدم، إيكو ويسدد للخارج. صموئيل إيكو يطيح بالكرة للخارج وسدد إلى خارج أرضية الملعب. إيكو 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 يبعثر أحلام أمانة بغداد ويسدد الكرة إلى الخارج، وبالتالي الآن الآمال معقودة على صاحب هذه الركلة. هل سينجح الشرطة في بلوغ دور الثمانية من خلال هذه الركلة؟ لو استثمرت، لو سددت بالطريقة الصحيحة ويتصدى لها محمد حميد، يذكرنا بلجوء الحراس إلى تسجيل الركلات الترجيحية الحاسمة. محمد حميد الكابتن، ترقب من عماد هاشم، حماد ويرصدها، يصدها سرهنج محسن وسط حسرة لاعبي فريق نادي الشرطة. محمد حميد، محمد حميد الحارس، محمد حريز، يعني للأسف محمد حميد كان من الممكن أن يتم الاستعارة عنه بأحد اللاعبين، وبالتالي تعود المباراة إلى التوازن، إلى التعادل من جديد. محمد حميد كان من الممكن أن ينقذ الشرطة من المأزق اللي هو به الآن وسط حسرة اللاعبين. الركلة السابعة أمانة بغداد، خلنا نشوف اللاعب اللي راح ينفذ. أمانة بغداد على التنفيذ رقم 3 اللاعب علي حسين. علي حسين على التنفيذ، علي حسين يتقدم، علي حسين يسدد، علي حسين والكرة بكل ذكاء على يمين الحارس محمد حميد. علي حسين سجل هدف، علي حسين سجل هدف. الآن 6-5 لمصلحة أمانة بغداد، 6-5 لمصلحة أمانة بغداد. والشرطة، الشرطة الآن لو أضاعها فريق الشرطة فبالتأكيد أمانة بغداد سوف يحسم المباراة. على التنفيذ اللاعب رقم 26 عمار غالب على التنفيذ. عمار غالب محاولة لأجل التعديل من جديد عبر الركلات الترجيحية. عمار غالب يتقدم، عمار غالب على التنفيذ، عمار غالب ركلة السابعة. عمار سدد وأيضا يسجل هدف التعادل، حلوة 6-6. عمار غالب يسجل لصالح فريق نادي الشرطة. ركلة جديدة راح تستمر المباراة، تستمر المباراة إلى أن تحسم عبر إخفاق أحد اللاعبين. فرصة ذهبية لاحت لفريق الشرطة، أضاعها محمد حميد. والآن خلينا نشوف اللاعب اللي راح ينفذ من أمانة بغداد من أسود العاصمة.
إنجاز كبير لو تحقق لمصلحة أمانة بغداد. الفوز على الشرطة يعني الكثير في هذه المواجهة. على التنفيذ ستار جبار من أمانة بغداد. الركلة الثامنة ستار يسدد وأيضا على يمين الحارس ويسجل الهدف الجديد. الكابتن ستار جبار سجل من جديد وأيضا تصبح النتيجة الآن 7-6. كرة الآن لمصلحة فريق نادي الشرطة. الآمال معقودة على الحارس سرهنج محسن في إبعاد الكرة وتأهل أمانة بغداد إلى دور الثمانية. هذا لو أخفق من خلال هذه الكرة جرار عامر. سرهنج محسن في المرمى وسط ترقب وحسرة من الكابتن عصام حمد. جرار عامر على التنفيذ ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي الشرطة. جرار عامر على التنفيذ. جرار عامر يتقدم. كرار يسدد وأيضا هدف الآخر هدف التعادل. حلوة لكرار عامر والتعادل يستمر 7-7 لكلا الفريقين. أيضا كلا الفريقين أضاعوا الفرصة التسجيل. أضاع إيكو وأضاع محمد حميد. وعلى التنفيذ خلينا نشوف اللاعب اللي راح ينفذ رقم 4 ميلاد فلاح وهذا هو عصام حمد. الطموحات كبيرة لهذا المدرب وأيضا كبيرة أيضا لهذا المدرب الآخر السربي أريتش. ميلاد فلاح على التنفيذ. يتقدم ميلاد وحلو يا محمد حميد. الله يا محمد حميد يبعد الكرة. محمد حميد يبعد كرة اللاعب أمانة بغداد. ميلاد فلاح يخفق في التنفيذ. وبالتالي الكرة الآن لمصلحة فريق الشرطة. الدماء تعود من جديد للاعبي فريق نادي الشرطة. مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة لو سجل الشرطة الآن سوف ينهي هذه المواجهة ويتأهل بكل الصعوبات إلى الدور المقبل. على التنفيذ الخبرة حسام كاظم يتقدم. حسام جول. حسام كاظم والشرطة يتأهل إلى الدور المقبل بفارق الركلات الترجيحية 8-7. مبارك للشرطة، مبارك لأمانة بغداد على الجهد المميز اللي قدمه في مباراة هذا اليوم، ولكن مبارك أكثر للقيثارة الفريق اللي عانى من غيابات عديدة سواء التحاق لاعبيه بالمنتخب الوطني أو الإصابات اللي لحقت من خلاله ببقية اللاعبين. إعادة للركلة الأخيرة حسام، وحسام كاظم ينقل القيثارة إلى الدور الثمانية، إلى الدور المقبل يلاقي الميناء في دور الثمانية في مواجهة صعبة ومهمة. مبارك مرة أخرى أعزائي المشاهدين للقيثارة الخضراء هذا التأهل وحظ أوفر لأمانة بغداد في المباراة المقبلة. تقبلوا تحيات محدثكم لؤي عمران على أمل أن ألتقيكم مجددا في أقرب وقت. عودة إلى